تحياتي لكم متابعيني متابعين قناة أكوان. اليوم عنا موضوع الناس بتفكره نوع من الخيال، ولكن هو حقيقة موجودة بحياتنا، وكثير من شبابنا عم تدفع ثمن شغلة مفكرينها لعبة أو مزحة. شو هو مخدر الفيل الأزرق؟ كنا تابعنا مسلسل أو مو عفوا فيلم عبارة عن جزئين اسمه الفيل الأزرق، عم يحكي عن شو؟ عن مخدر اسمه الفيل الأزرق. والأدم اللي بيقروا الكتب كمان في شغلة اسمها شو؟ كان اسمه عقار الشيطان أو مخدر الشيطان. هذا نفسه هو الفيل الأزرق له كذا اسم، وفي عنا شغلة اسمها الفطر السحري. هدول الاثنين شو هنين؟ لنقدر نفهم وشو لهم علاقة دول بالجن، وشو لهم علاقة بالشياطين، وشو هي يا ترى، هي لعبة لما بس هلوسة، وليش سموه الفيل الأزرق بالذات؟ حنبلش أول شيء نحكي على وحدة وحدة. أول شغلة بدنا نعرف إنه الجماعات الدينية القديمة وبعض الصوفية كانوا يستخدموا شو نوع من أنواع المخدرات، وكل واللي قال يدارس بيعرف إنه في طائفة اسمها طائفة الحشاشين كانت تستخدم نوع من أنواع الحشيش ليحطوه للناس للأتباع تبعون، وهي مشهورة القصة. بحكي لكم القصة لتستوعبوا الفكرة. هي أول من اخترع الشغلة تبع الفدائية والقتل اختيارات اشهرها كان واحد اسمه الصباح، قلعة اسمها آلموت. ودول طائفة الحشاشين شقت عن شو؟ عن المذهب الإسماعيلي. شو قصتنا؟ دول هذا الصباح، وكان في طبعا حطوا مسلسل عنه لعمر الخيام، وكان هو صديق عمر الخيام. هذا الشخص كان كيف يعمل أتباع؟ كان ذكي كتير وعبقري وقاري الكتب، فجمع ما بين الفلسفة الهندية وبين المعتقدات الإسلامية وكتير يعني أمور كتير، جمع علوم كتير وكان فلتت زمان. وراح بعدين شو صار يعني؟ صار يخلط نوع مخدرات وصلة خاص قالوا عن الحشيش، بس الشيء هي أعلى من الحشيش، مثل الفيل الأزرق، مثل الفطر السحري، أحد بقى شو نوع الخلطة اللي وصلها بالصباح. كان يجي التابع اللي يحط له إياها أول ما يفوت المريدين الجاد ويغمى عليهم، ياخذهم وين يحطهم؟ يحطهم بقرنة عنده بالقلعة، يحط فيها نسوان. بتعرفوا انه الشعوب ما تبع صار في نسوان واكلوا شرب وخضرة بتاعي كذا، يقولوا له انت بالجنة. وكان عامل جنة خاصة يحط الناس فيها 3 ايام، ويقولوا سلم على مين؟ على شيخك ورجع لعنده. بعد 3 ايام يحطوا له مخدر كمان، يصحى يلاقي حاله وين؟ بالمكان اللي كان قاعد فيه بالزاوية بالخلوة تبعه، ويطلع هيك ويقول له شايف لازم انت تسمع كلام الصباح او شيخك او استاذك او معلمك مشان تفوت على الجنة. لو بسمع كلامه يقول له لازم تقتل كذا، بيعلموه عن قتل. وصار في حتى العاب بالكمبيوتر اسمها صباح، وحتى الاوروبيين وكذا عملوا افلام عليها، عملوا على هالتنظيم هذا. طيب هي القصة مو بس الصباح أو طائفة الحشاشين هم الأول من استخدمها، استخدموها كتير قبل وما زالت. المخدرات احنا بنعرف كلنا شو هي، أخف من أنواع المخدرات هي الحشيش أو المارجوانا مثل يقولوا، واللي كتير ناس بتفزك ويجي بيقول لك خلينا دخلنا نحن مارجوانا، دخلنا حشيشة، إيه ما صلنا شيء. هي المارجوانا والحشيشة هي شغلتها خفيفة، في أنواع تقيلة كل ما لا بتصير أكتر، غير الكوكايل وغير الهرائيل في أخطر من دول كلهم. في شيء اسمه الفيل الأزرق تستخدمه. في أنتوا في شغلة ما بتعرفوها، في شيء كان حاكم العالم قبل العالم المسيحي ما يقوى أو العالم الإسلامي اليهودي، كان في شيء اسمه الشامان. الشامان لهم طقوس غريبة عجيبة، وأوروبا صار في تأثير واختفوا، ولكن ما زالوا في ناس تابع لهم. الشمال مو كلهم سيئين، في منهم كانوا طيبين، ولكن في جزء منهم بيخوفوا يلي بيعتمدوا على المخدرات بجماعاتهم الدينية، ولحد لا تستخدم
مو كلهم، في جزء عم نحكي، في جزء من مثل ما يقولوا التنظيمات او الطوائف الدينيه بتستخدم شيء، بيستخدموا ماده هي الفيل الازرق. وهي الفيل الازرق وانا بحثت عنه انا وعملت، هو موجود بنوع من انواع الجن، يعني هو ليس جن ولا شيطان، قبيله من القبائل اسمها الفيل الازرق مرتبطه بهالماده. فاللي فاتوا بهالقصه شو بيقول لك؟ احنا شفنا فيه والفيل صار ياخذنا، ومتى ما شفنا فيل ازرق صار هي ومكره موجود على حب الفيل الازرق. اذا بتشوفها على الانترنت بتبحثوا عنها بتلاقوها. فهن بيقعدوا باخذ الفيل وبيجتمعوا بارواحهم مع بعض وبيصيروا بيحكوا مع بعض، وهي وبتلاقي دائما اللي بفوتوا له القصه اخرتها بيصيروا بياخذوا معلومات بيوصلون لمرحله اسمها مرحله النشوي. يعني انت كل شيء بتحلم فيه بحياتك بيوصل لك اياه، فبيقول لك هذا جسدك ما عاد في داعي، شو بدك بجسدك؟ مثل كل ما بياخذ الماده. اخطرهم بالعالم هو الفيل الازرق وفيل فطر السحر. هو الفيل الازرق كمان بسموه عقار الشيطان. هدول فطر السحري كمان بيقولوا لك لازم ما تاخذوا انت بغابه لانك تصير بتحكي مع اهل الغابه. عمليا هو بيفتح الكشف في اويلك، حاله الكشف بياخذك لعند هدول القبائل بيصيروا بيستخدموا روحك، وبعد الممات بتضل روحك عنده، فبصير انت بتكره حاله شو؟ حاله الفيزيائيه والماديه، وبيسعوا لتدمير جسدك. الشغله بنشوف الاشخاص اللي بتعرضوا دول موجودين بالشوارع مهووسين بشقين اواعيهم، ما بيهتموا، بس بدهم يوصلوا لحاله الدخول حاله اللاوعي، او انه روحهم مشان تروح شو مهني، يخلون يمارسوا الجنس، يمارسوا كل شيء بيخطر ببالهم، بصير بيستخدموا النظام الاسيري، بصير بيقول لك شو بدي بالجسد؟ بدي افتن جسد. مشان شغله حتى في صوفيه او سحره بتلاقيهم قاعدين بالمكان، يعني وقت بدك تيجي انت تلاقي صوفي لما ساحر شو ما كان طائفته قاعد بقني خرابي وما بشوف حدا، وبيقول لك انا تارك، وبس بده يغمى عليه وينام وكذا. ليش؟ لانه عم يروح مع مين؟ يا مع قبيله الفيل الازرق او مع شي قبيله من قبائل الشياطين او الجن. طبعا دول مو واحده مو بس الفيل الازرق وعقاب الشيطان فطر السحري، دول ما اكثرهم هي بيقولوا لك الواحد صعب يتعالج، اذا بده يتعالج كمان بده علاج روحاني، فاذا بس انت حطيته بالمصحه فانضرب دماغه. فمعناتها هذا الموضوع هو نوع من أنواع، من أخطر أنواع السحر الغير تقليدي. تخيلوا أنه السحر بيصير أخطر أنواع السحر هو بيصير من خلال عقارات أعشاب موجودة، وهي موجودة أغلبيتها بالغابات، بيطلع منها مخدرات. في شيء اكتشف العلم وفي شيء لسه موجود بشكل سري بإيدين تنظيمات سرية بتحافظ على التركيبات، طبعا ما بتكون من عشبة واحدة، من عدة أعشاب. هلأ أنا حبيت أنفت بصدقون على الفيل الأزرق، عقار الشيطان، على هدول القصص، وقلكن أنكن التحذير حتى من أنك تجربون، لأنه اللي بفوت بهديك اللذة اللي بفوت بهداك العالم صعب يطلع منه، وإذا طلع منه بدي يضل يساعد معه. وإذا حدا مجربون يفضل يكون يروح مو بس عند مختص، مختص طب نفسي وما يشافي، كمان لازم يكون عنده معتقد ديني أو يكون حدا وراء دينيا يضبطه، لأنه فتح حاله باب الشياطين وعالم الشياطين وما لمس هالقصة وما لمس هالقصة وما لمس هالقصة. كونوا بخير وإن شاء الله انتظروا مني دروس بهالمواضيع إذا حبيتوها. حبكم.